عليكم ورحمة الله، حياكم الله من داخل معرض شركة بي آر ديدكتورز في دبي. معكم أخوكم أحمد، واللي راح يقدم لكم اليوم إن شاء الله فيديو جديد لجهاز أيضا جديد. طبعا هذا الجهاز هو جهاز WF-101 Third Generation اللي هو الإصدار الثالث. الكثير من متابعين هذا الفيديو يعرفون هذا الجهاز أو بانتظار هذا الجهاز ربما من أكثر من سنتين. هذا الجهاز كان بإصدار سابق ما يسمى بالـ WF-101B، توقف هذا الإصدار من أكثر من سنتين. من سنتين إلى الآن إحنا شركة BR Deductors باعتبارنا وكيل لهذا الجهاز أو لشركة MWF في منطقة الخليج العربي، تلقينا اتصالات كثيرة بالسؤال عن هذا الجهاز، وأيضا الشركة الأم كالمثل، باعتبار أن هذا الجهاز السابق حقق نتائج أكثر من ممتازة. فلذلك الشركة المصنعة راحت اليوم وسوت إصدار جديد من هذا الجهاز. طبعا هو نفس الاسم لكن الإصدار الحالي يحمل لقب الإصدار الثالث اللي هي Third Generation. لكن أيضا هذا الجهاز بالنسخة الحالية مختلف شوي عن النسخة السابقة، باعتبار أن النسخة السابقة من هذا الجهاز كانت تعمل فقط بنظام Long Range Locator اللي هو نظام الكشف من بعد. نعم هذا النظام بالجهاز القديم أو بالإصدار القديم كان حديث أو عفوا كان دقيق جدا، وعشان كذي صار في عليه طلب كبير. لكن اليوم الشركة المصنعة نفسها حبت أن تزود مع هذا النظام النظام الكشف الأساسي، نظام الجوفيزيكال، نظام الجوفيزيائي للكشف عن المياه الجوفية. يعني هذا الجهاز اليوم يأتي بإصدارين، نظام اللونج رينج لوكيتر وأيضا نظام الكشف الجوفيزيائي اللي هو نظام الجوفيزيكال. خلينا أول شيء نفتح حقيبة هذا الجهاز ونتعرف على أجزاء ومكوناته الداخلية بشكل كامل. أيضا بعد ذلك راح نشغل هذا الجهاز ونتعرف على البرامج الداخلية ونعدد أنظمة الجهاز مع بعض. تفضلوا معنا وحياكم الله. خلينا نتعرف مع بعض أول شيء على قطع ومكونات هذا الجهاز بشكل سريع جدا. عندي أول شيء طبعا الوحدة الرئيسية للجهاز، عندي أيضا رقم 2 القطعة الجديدة مع الإصدار الجديد اللي هي قطعة الجراوند يونت، قطعة المرسل أو الإرسال الأرضي. أيضا عندي مع الجهاز سماعات الحين تيجي على شكل وايرلس، هذه السماعات تشتغل وايرلس مع الجهاز. طبعا هذه القطعة اللي هي الساوند يونت الخاصة بسماعات الوايرلس. أيضا عندي المقبض الخاص بالجهاز بالإضافة إلى الأقطاب الجوفيزيائية عدد 2، أيضا بالإضافة إلى الكابلات الخاصة بالنظام الجوفيزيائي الكونكتر أو الجويو يونت الخاص بالنظام الجوفيزيائي، بالإضافة لأنتينات عدد 4، أنتينات حجم صغير عدد 2، أنتينات حجم كبير عدد 2، بالإضافة طبعا إلى الشاحن أو شاحن الجهاز، أيضا بالإضافة للكتالوج أو كتالوجات الجهاز، الكتالوج باللغة الإنجليزية، أيضا كتالوج في اللغة العربية، بالإضافة للسي دي الخاص بالجهاز، أيضا الكفالة لمدة 3 سنوات. نركب مع بعض الآن قطع النظام الاستشعاري بعيد المدى اللونج رينج لوكيتر. راح نجهز هذا النظام، بعد ذلك راح نشغل الجهاز ونبدأ بالعمل فيه بشكل سريع علشان نشوف هذا النظام كيف يستطيع إنه يكشف لي الماء من بعد. أول شيء الوحدة الرئيسية للجهاز، مقبض الجهاز، طبعا يركب المقبض بهذه الطريقة. عندي 4 أنتينات راح أركبهم في الجهاز، أنتينة 1، 2، 3،
أربعة. طبعا عندي الأنتينات اللي هي بالحجم الطويل تركب عندي من على الطرف بهالشكل. صار الجهاز عندي الآن جاهز للعمل بنظام الاستشعاري بعيد المدى. خلينا نشغل مع بعض هذا النظام نتعرف على الجهاز من الداخل. طبعا أول شيء عندي تشغيل الجهاز، ننتظر على الجهاز ثواني، شعار الشركة المصنعة، اسم الجهاز الـ WF-101 الثيرد جينيريشن. الجهاز اشتغل معانا على طول على اللغة العربية لأن احنا آخر مرة كنا مشغلينه على اللغة العربية. طبعا عندي هذا السهم اليميني أو اليساري نتحكم فيه بهالطريقة. الآن عندي نظام البحث بعيد المدى ونظام الجوفيزيال. مثل ما نشوف الحين في اكس على نظام الجوف أو في قفل، لأن الآن أنا مو موصل الكونكتر الخاص بنظام الجوفيزيال. نطلع على فوق ونتعرف على إعدادات الجهاز. أول شيء عندي الإضاءة، أقدر أني أعلي إضاءة الجهاز بهالطريقة. الأصوات ممكن أشغل السماعات الوايرلس، ممكن أطفي أو أشغل الاهتزاز الفايبريشن بالجهاز. طبعا إعدادات الصوت بشكل عام. ننتقل للغات الموجودة عندي في الجهاز، في اللغة الإسبانية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية. إحنا الآن نشتغل طبعا على الجهاز باللغة العربية. الوقت والتاريخ، بلوتوث الموجود في الجهاز، ممكن نشغل هذا البلوتوث، ممكن نطفيه من خلال هذا الزر. عندي أيضا ضبط كلمة المرور، ممكن نخلي كلمة مرور للجهاز. إعدادات ضبط المصنع، طبعا لو سوينا إعدادات ضبط المصنع راح يروح عندي بس الإعدادات اللي أنا سويتها، أما بالنسبة لبرامج الجهاز فعلى حالها. وآخر شيء عندي طبعا الكيو آر كود الموجود في شاشة الجهاز. أيضا أن الجهاز يكتب لي السيريال نمبر الجهاز داخل شاشة الجهاز نفسه، موقع الشركة المصنعة. عندك طبعا السوفت وير ورقم الموديل الخاص في الجهاز. نبدأ مع بعض بالنظام الكشف بعيد المدى عن المياه. نضغط على بعيد المدى، في عندي المسافة، الهدف، العمق. أول شيء إذا تحكمت في المسافة، مسافة الجهاز للكشف الأمامي، ممكن نمسح في منطقة كحد أقصى 100 متر أو 250، 500 متر، 750 إلى أقصى شيء 2500 متر. بالإضافة عندي بالنسبة للمياه الهدف، ممكن أبحث عن المياه الطبيعية أو المياه المعدنية أو مياه مالحة أو كافة أنواع المياه. أنا الحين ممكن أختار على سبيل المثال مياه طبيعية. العمق ممكن أختار 50 متر كحد أقصى، 100 إلى عندي أقصى شيء 800 متر. طبعا اللي يسأل، احنا اذا خلينا الجهاز على سبيل المثال 200 متر، يعني الجهاز يكشف من سطح الارض الى 200 متر. اذا خلينا على 400، يعني من سطح الارض الى 400 متر، وكذلك نفس الشيء اذا خلينا على 800 متر. اخر شيء عندي بدء البحث، راح نضغط على بدء البحث. خلينا نتعرف على قطعة المرسل الارضي اللي تنشبك مع الجهاز. هذه القطعة تشتغل عندي بطريقتين، تشتغل عندي بنظام الترانسميتر اللي هو نظام إرسال الإشارة في حال كنا نشتغل في تربة صخرية. يعني إذا احنا كنا في تربة صخرية ومحتاجين نقوي الإشارة أن الجهاز يصل لأقصى عمق لأقصى مدى، نحتاج أن نمسك هذه القطعة نغرزها في التربة بهذه الطريقة، نزرعها في التربة وبعدها نشغل الجهاز. وعند اختيارنا من الجهاز اللي هو نظام الترانسميتر اللي هو المرسل الأرضي، راح الجهاز من خلال البلوتوث فورا بروحه يشبك على الترانسميتر. وإذا اخترنا الفلتر من شاشة الجهاز اللي هي تصفية الإشارة، راح الجهاز بروحه يختار فلتر هذه القطعة، طبعا لأن هذه القطعة موصلة بلوتوث مع الجهاز نفسه. الآن راح نتكلم عن الجهاز، راح نرجع للجهاز. لو فرضا أنا موجود واشتغلت في الجهاز، اخترت المرسل الأرضي وضغطت على زر الأوكي، عندي أول شيء طبعا في الجهاز بوصلة. رقم 2، الجهاز يقول لك العمق اللي انت اخترته 800 متر
اخترت مياه طبيعية، اخترت مسافة أمامية 2500 متر. خلينا نحمل الجهاز الآن ونبدأ بالمشي ونمثل عملية الكشف عن المياه الجوفية على أرض الواقع. كشف بالنظام الاستشعاري بعيد المدى هو بيكون على الشكل التالي: أن نمسك الجهاز على شكل زاوية قائمة ونبدأ بالمشي مع الجهاز. طبعا المشي بيكون على شكل بطيء مع مسك الجهاز بشكل جيد. مجرد أن الجهاز اكتشف نقطة للمياه أو كانت في عندي نقطة مياه موجودة في المنطقة اللي أنا أبحث فيها، راح تشوف الجهاز فورا بيتحرك معاك باتجاه أو باتجاه مسار المياه. على سبيل المثال لو أنا ماشي مع الجهاز، الجهاز حسبي إشارة للمياه موجودة في هذه الزاوية، راح نبدأ نشوف الجهاز بيتحرك بنفسه باتجاه المياه. لو رجعت من الزاوية الأخرى راح أشوف الجهاز إنه يردني بنفس المسار. نبدأ الآن بالمشي بشكل مستقيم مع المسار اللي الجهاز قاعد يرشدني عليه. لكن بالنسخة الجديدة من هذا الجهاز في عندي خاصية حفظ مسار الهدف. أنا الآن الجهاز اكتشف الهدف وعين هدفنا بهذا الاتجاه، راح نبدأ نمشي معاه. في عندي أيضا لو ضغطنا على هذا الزر راح يبدأ الجهاز يحفظ مسار الهدف. هذا المسار الصحيح راح يكون الجهاز يعطيني هذه الإشارة، الإشارة الصوتية اللي قاعدين نسمعها الآن بالإضافة إلى هذه الإشارة اللي ظاهرة عندي في البوصلة. لو تحركت بأي اتجاه خاطئ راح يبدأ الجهاز يقول لك أنت الآن رحت لليسار، اتجاهك الصحيح هو لليمين قليلا. هذا السهم قاعدين نشوفه في هذا المكان، لو رجعنا عدلنا راح يرجع الجهاز يقول لك نعم مسارك صحيح. ونفس الشيء لو تحركت إلى اليمين يعطيك سهم بإمكانك تتجه إلى اليسار اللي هو اتجاه الهدف الصحيح. الآن هذا الاتجاه الصحيح وراح نكمل مع بعض مشي باتجاه الهدف. راح نبدأ بالمشي باتجاه الهدف، راح أمشي مع الصوت أيضا مع إشارات الأنتينات الأمامية للجهاز. طبعا في حال أني وصلت عند مكان المياه أو بعد مكان المياه بخطوة واحدة راح أشوف أن الجهاز راح يبدأ بالرجوع للخلف بهذه الطريقة، يعني مكان الماء أصبح خلفي تماما بهذا الاتجاه مسار المياه. أيضا راح نشوف أن الجهاز يرجعني من هذا المكان. الآن حفظت أو عينت مكان المياه من خلال هذا المسار أو من خلال المسار الثاني. الماء الآن موجود عندي بين هذا المسار وهذا المسار. طبعا ممكن بعض الناس تسأل سؤال أني أنا لو كان في عندي أكثر من نقطة للمياه في نفس المكان في نفس المزرعة في نفس الأرض، وهذا شيء وارد ويحصل معنا إحنا كمنقبين، دائما تشوف أن الجهاز يشدك أو يأخذك إلى أقوى نقطة تجمع للمياه أو بالأحرى أقوى نقطة دوران للمياه في المنطقة. أنا كمستخدم لهذا الجهاز شغلت الجهاز، اخترت النظام الكشف بعيد المدى اللونج رينج لوكيتر، بدأت بالمشي ضمن المنطقة أو المزرعة، الجهاز اكتشف أكثر من نقطة للمياه أو على سبيل المثال نقطة واحدة، عينت هذه النقطة حددتها تماما. كنت أنا أعرف نوع هذا المياه لأن أنا أول ما بدأت بالكشف حددت المياه الطبيعية على سبيل المثال، فالمياه اللي أنا مكتشفها بنظام كشف بعيد المدى هي مياه طبيعية، ولكن أنا حاب أأكد على هذا الهدف 100%، فعشان كذي ضافوا لك على هذا الجهاز اللي هو النظام الجوفيزيائي. النظام الجوفيزيائي اللي هو يشتغل بنظام مقاومة الأم، هذا النظام معروف أنه يشتغل عن طريق زرع أوتاد معدنية 4 أو 2، بهذا الجهاز يشتغل ب2 أوتاد 2 معدنية فقط لا غير، مو 4، ما نحتاج 4. نزرع هذه الأوتاد 2 ضمن المكان اللي أنا أبي أبحث فيه، يعني عندي 2 متر مربع 5 متر مربع، حاب أكد هذا الهدف أو أتأكد من أن الماء موجود 100% في هذا المكان، أزرع هذين الوتدين ضمن هذا المكان أو ضمن هذه المساحة، أوصلها في الوايرات إلى الجهاز مثل ما راح نشوف الحين. طريقة تركيب النظام الجوفيزيائي
بجهاز الـ WF-101 هي على الشكل التالي. عندي أوتاد معدنية عدد 2 تزرع في التربة، هذا الوتد الأول، أيضا عندي الوتد الثاني موجود في هذا المكان مثل ما نشوف. هذه الأوتاد تزرع في التربة، بعد ذلك تتوصل بهذه الوايرات إلى الجهاز، طبعا من خلال الكونكتر الخاص. في عندي هنا هذه القطعة المسمى الجي يونت، هذه تركب عندي بالجهاز مكان المقبض لما شغلنا النظام الاستشعاري، يعني هذا المكان ممكن نركب فيه مقبض النظام الاستشعاري أو قطعة الكونكتد اللي هي الجيو يونت. بس وصلنا هذه القطعة، ركبنا فيها هذه الوايرات، وصلنا الوايرات بالأوتاد، زرعنا الوايرات في الأرض، والآن راح نروح على النظام الجيوفيزيائي نشغله. دخلنا على النظام الجيوفيزيائي. طبعا اول ما ندخل على النظام الجيوفيزيائي اول شيء يعطيني اياه الجهاز مثل ما نشوف، يقول لي ان الاوتاد المعدنيه غير موصله بالتربه بشكل صحيح. هذا لاني انا الان مو زارع هذا الاوتاد في التربه، وهذا من النقاط الايجابيه لهذا الجهاز. يعني انا لو فرضا موجود الان على ارض الواقع وكان في احد الاوتاد المعدنيه مو مزروع بالتربه بشكل سليم، فراح يعطيك إشارة X إن أنت مو موصل. والآن أنا باعتباري مو موصل على الإطلاق، فيقول لك X إنك أنت الحين مو موصل شيء في التربة. مو مشكلة، لكن إحنا شغلنا هذا النظام بس علشان نتعرف الأشياء اللي يعطيني إياها. لو كان موصل راح يعطيك علامة الصح الأوكي إنه متوصل، راح يبدأ الجهاز بالبحث بروحه، يرسل إشارات، يستقبل إشارات، وبعدها راح يعطيك على الشاشة الهدف، يعني نوع المياه المكتشفة، هل هي طبيعية، هل هي معدنية، هل هي مالحة. راح يعطيك العمق أيضا على الشاشة بالضبط، وراح يعطيك كثافة المياه المكتشفة. هذا شرح مبسط وسريع على جهاز الـ WF-101 الإصدار الثالث الجديد، ونعدكم وكما عودناكم على تجارب خارجية إن شاء الله قريبا جدا على هذا الجهاز. كان معكم أخوكم أحمد من معرض شركة بي آر ديدكتورز في دبي، والسلام عليكم.